مكتبنا اليوم ثقافي بامتياز، نحظى فيه باستضافة قامة أدبية جزائرية منحت الكثير للأدب بشكل عام وللرواية العربية بشكل خاص، فكانت من روائعها طوق الياسمين، جملوكية أرابيا، البيت الأندلسي، نوار اللوز وغيرها من الأعمال المميزة، كمملكة الفراشة التي حازت مؤخراً على جائزة كترة للرواية العربية للأعمال في فئة الأعمال المنشورة وفئة الأعمال الدرامية. نهنئ وإياكم الدكتور وسيني الأعرج بالجائزة ونهنئ الأدب الجزائري بهذا التتويج. أهلاً بكم دكتور. يا أهلاً، شكراً على الاستضافة. يقال أن الجوائز التي تمنح لا تحقق المجد إلا لأصحابها، هل توافقون هذا الرأي؟ وهل تعتقد أن هذه الجوائز تسلط الضوء عن المشهد الثقافي في بلد الكاتب المتوج؟ في أولا، أي جائزة فهي خليني نقول مكسب ذاتي وجماعي. مكسب ذاتي لأن الكاتب عندما يكتب لا ينتظر الجائزة، ولكن ينتظر ردة الفعل، ردة الفعل من القارئ العادي أو القارئ المتمرس أو القارئ المختص مثلا في الجوائز. لأن في نهاية المطاف أن تحصل على جائزة معنى أن هناك لجنة قرأت الكتاب، وهذا جيد، ولكن هذا أيضا لا يكفي، لأن الرهان الأساسي بالنسبة للكاتب ليست الجائزة وإنما الكتابة. فهو يكتب ويكتب لكي يمس القراء، يعني بمعنى لكي يتقاسم لحظة جميلة إنسانية ثقافية إبداعية مع قرائه. وإذا تعلق الأمر مثلا بمملكة الفراشة، تعرف مملكة الفراشة الآن في الطبعة 15 أو 16 يعني قبل أن تحصل على الجائزة، مما يعني بأن هذه الرواية وجدت صدى عند القراء، بدءا من فلسطين عندما طبعت الطبعة الأولى هناك، مرورا بطبعة دبي الثقافية، وطبعة بيروت طبعا العربية الموسعة، وطبعة الأستاذ بغدادي أو مطبعة البغدادي التي سمحت كذلك للقارئ الجزائري بأن يطلع عليها. من النقاد من يرى أن مثلا رواية بيت الأندلس هي الجديرة بالثناء والتتويج كونها كانت ندا لأعمال مثلا أمين معلوف، لأعمال روائية معروفة عالميا، فهل يعني أن مملكة الفراشة لم ترقى لمصاف رواية البيت الأندلسي أو رواية نوار اللوز؟ لا، شوفي، اللجنة التي قرأت مملكة الفراشة ليست هي اللجنة التي قرأت البيت الأندلسي. البيت الأندلسي صحيح وصل إلى رتبة متقدمة في البوكر يعني، وكانت رواية بصراحة جيدة، واختيرت في هذه السنة كأفضل نص عربي يعني من خلال تصويت عربي على مستوى الصحف والمجلات والقراء، وحازت على الرتبة الأولى على الرغم من أنها لم تحصل على البوكر يعني. البيت الأندلسي بصراحة حققت ما تصبو إليه أي رواية، بمعنى أنها أخذت ختم القراء، ختم الإعجاب تبع القراء يعني، والنقاد أيضا طبعا. ومملكة الفراشة أيضا لو نتابع مثلا في المقالات الصحفية التي كتبت على مدار السنة التي نشرت فيها الرواية، أكاد أقول بأنها ربما أكثر الأعمال حظا في أن النقد اهتم بها كثيرا. ليش؟ لأن موضوعة مملكة الفراشة أو يختلف. البيت الأندلسي هي قصة بيت في طريقه إلى الانهيار، وكل الناس يحاولوا أنهم حتى ما ينهارش يعني، كل واحد يبذل جهده بطريقته. مملكة الفراشة شيء آخر، هي مسألة إنسانية أرق أبسط. إلى عمل درامي؟ قد يكون، لأنه شوفي مثلا في الجائزة، فيه ثلاث لجان، اللجنة اللي تعطي جائزة كترة للرواية العربية فيها ثلاث لجان. اللجنة الأولى هي التي اختارت 30 نص من بين 711 نص روائي عربي، ومن بعد اختارت لجنة أخرى غير اللجنة الأولى، اختارت 10 نصوص، وبعدها لجنة ثالثة من 10 نصوص اختارت الأربعة والخمسة الفائزة، ثم في لجنة أخرى مكونة من السينمائيين هي التي اختارت هذا النص من بين مجموع النصوص طبعا الفائزة، واختارته لأن يكون فيلمان أو مسلسلان أو اثنين مع بعض بحسب تطور العملية يعني.
التجربة الروائية الجزائرية اختنت وكانت هذه الخصوصية مصدر ثراء وتميز رغم عديد الأسماء المعروفة، على غرار كاتب ياسين، أسيا جبار، محمد ديب ومولود معمري. كتبت هذه الأسماء بغير لغتها الأم ونجحت في تجاوز حدود أقطارها، فهل كان للنص العربي المترجم نفس الحظ الذي نالته الروايات الفرنسية؟ نعم، أو الناطقة باللغة نعم الفرنسية؟ نعم، هادو جيل يعني كما محمد ديب، كاتب ياسين، أسيا جبار وغيرهم طبعا، يعني ملك حداد إلى آخره، هادو جيل خياراته كانت محدودة، لأنه إما أن يكتب باللغة الفرنسية ويتعلم اللغة الفرنسية أو يطلع نعم. أمي وجاهل. نعم. لكن بالمقابل لما نتحدث على لغة الأم، ما هي لغة الأم بالنسبة لكاتب؟ إذا قلنا لغة الأم ليست اللغة العربية الفصحى، لغة الأم هي اللغة العامية التي نتعامل بها يوميا. فمعناته في كلتا الحالتين اللي يكتب باللغة العربية الفصحى لا يكتب باللغة الأم، ولكن يكتب بلغة متبنات ثقافيا وحضاريا، وهي لغة مفيدة طبعا، اللغة العربية ولغة هي تشكيل للعنصر القومي والحضاري للإنسان العربي. والذي يكتب باللغة الفرنسية أيضا أخرج المحمول الاستعماري من اللغة الفرنسية وجردها منه واستعملها كوسيلة وكسلاح، فإذا حول هذه اللغة إلى لغة الخصوصية أو اللغة الذاتية. طبعا هؤلاء الكثير منهم مر إلى القارئ العربي عن طريق الترجمة. للأسف أغلبية الترجمات لهذا الجيل لم تكن ترجمات جزائرية إلا في السنوات الأخيرة، كلها كانت ترجمات شرقية. والترجمات الشرقية مفيدة ومهمة، لكنها تفتقر إلى الخصوصية الجزائرية. هاي كان عند محمد ديب وعند كاتب ياسين عنده خصوصية، يدي نيونس، يعني في 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 ملامح، في 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 ذبذبات صغيرة ما يقدرش يلتقطها إلا اللي يعرف العامية الجزائرية. جيد. الرواية الجزائرية اليوم تحتفي بها كبريات الجوائز العالمية، فهل يعني ذلك أن الروايات الجزائرية أو المتوجة مميزة؟ وهل تجاوزت الاشترار والتكرار الذي عرفته الروايات في السنوات الأخيرة؟ شوف، الرواية الجزائرية بصراحة خليني نقول بالنسبة للسبعينيات بدأت قوية مع الطاهر والطار وبن هدوغا، يعني ريح الجنوب لم تكن رواية بسيطة. نعم. واللاز للطاهر والطار أيضا لم تكن رواية بسيطة. طبعا بين الطاهر والطار وبن هدوغا والأجيال التي تعاقبت أكيد فيه روايات ضعيفة. نعم. لكن في الوقت نفسه فيه روايات قوية. نفس الشيء بالنسبة للكاتب ياسين ومولود معمري ومولود فرعون، وصولا إلى الجيل الجديد الذي يكتب باللغة الفرنسية. في أيضا في الوسط سلسلة من النصوص الضعيفة، لكن بشكل عام عندما نحكم على التجربة نجد بأن هذه التجربة ذات قيمة عالية، وليس أنا من يقول هذا، ولكن المختصون أو مثل ما تقولي التقييمات عن طريق الجوائز تبين بأن اللجان المختلفة التي تعاملت مع هذه النصوص إما بالعربية أو بالفرنسية فعلا تشهد بأن هذه النصوص قوية. ذكرت ريح الجنوب وهي روايات حولت إلى أعمال درامية. نعم. مثل مملكة الفراشة التي ستحول إلى عمل درامي، هل يمكن أن يستفيد المسرح الجزائري والسينما الجزائرية من النصوص الروائية الجزائرية؟ طبعا ويستفيد عن طريق الاقتباس أكيد، لكن نشوف أن المسرح أجرأ في العملية. لو تشوفي مثلا في السنوات الأخيرة نشوف النصوص مثلا اللي مرت من كروايات نحو المسرح. شوفي نجمة كاتب ياسين، نص لمحمد ديب، نصين من النصوص التي كتبتها، يعني أنثى السراب ودون كيشوت في الجزائر، أو ما أطلقوا عليها تسمية جديدة مزغنة 95، الأوضاع تاع الجزائر يعني. رشيد ميموني حولة، مين الثاني، في كثير روائيين حولت نصوصهم إلى المسرح. ليش؟ لأن المسرح فيه جرأة وفيه شجاعة، وحتى من الناحية المالية أقل، يعني أنك تصرف على مسرحية مش كما تصرف على فيلم. فيلم ثقيل يعني ماليا، لأنه تدخل فيه سلسلة من العناصر وسلسلة من المكونات، ثم أن المسرح الجزائري مازال مهيكل، معناته الدولة مازال تستطيع أن تمول المسرحيات، تمول الاقتباسات إلى آخره. السينما ما فيش، السينما غير مهيكلة. السينما الآن ينتجها أفراد وليست هيئة وليست مؤسسة. المؤسسة في أحسن الأحوال مثلا كما لفظتيك وكذا تساعد، أو لاخك وغيرهم يساعدون على إنتاج الأفلام، لكن ما فيش مؤسسة بقوة كافية لكي تنتج فيلما، وبالتالي
يخافوا من اقتباس الروايات. طيب ما موقع الجيل الجديد للروائيين الجدد الجزائريين من مثلا المساهمة في إثراء المسرح بنصوص مميزة وراقية؟ طبعا هم يستطيعون، لكن المشكلة لازم كاتب مسرحي. احنا ما كوناش كتاب مسرحي يعني في الجزائر، أكاد أقول بأنها من البلدان القليلة في الوطن العربي التي لا يكتب فيها الكتاب مسرحا. يعني ما عندكش متخصص نقول هذا كاتب مسرحي، هذا شاعر، هذا روائي. الروائي أستطيع أن أقول عنه روائي، الشاعر أستطيع أن أقول عنه شاعر، لكن في الكتابات المسرحية للأسف لا توجد، لا عند الشباب ولا عند القادمين، ولهذا التجأوا إلى الاقتباس. الاقتباس جيد، ولكن الأجود هو أن يكتب الناس مسرحا مباشرة. هل هناك اتجاه نحو تأصيل لنمط جديد من الروايات، خاصة أن اليوم قراء الروايات ليسوا قراء الستينات أو السبعينات ويختلفون عن هذا الجيل من القراء؟ لا، في قراء طبعا، وقراء الستينات، شوفي قراء الستينات والسبعينيات وحتى الخمسينيات عند بعض الجيل، المسألة القراءة كانت مهيكلة على الأقل عند الناس اللي كان عندهم حظ التثقف يعني والتعلم، لأنهم وقت الاستعمار مش كل الجزائريين كانوا يتعلموا، لكن كان فيه تقليد. المدرسة نفسها كانت تخلق هؤلاء القراء. بعد الاستقلال مباشرة كان سكون نابل جينيراسيون ميديان، أو الجيل الوسيط اللي نتكلم عليه، جيلي مثلا اللي ولد ابن الثورة بعد الاستقلال كان عمره 5 سنوات 6 سنوات، هذا الجيل يقرأ لأنه شاف الجيل اللي قبله يقرأ، غير تعلم وبعدين قيمة الثقافة. أن تكون مثقفا معناه أن تكون شخصية محترمة ومقبولة. نعم. الآن الوضع الاعتباري للمثقف لم يعد كما كان. لما تقول مثقف تقول فقير، تقول كحيان، تقول لما تقول تاجر تقول يعني حتى بالنسبة للستاتيو، يعني الوضع الاعتباري لهؤلاء الناس انقص كثيرا يعني، ولم يعد وضعا اعتباريا في المستوى. ولهذا القراءة أيضا قلت، المدرسة لم تعد منشغلة بمسألة القراءة، وهؤلاء يتكونوا بالمدارس. يعني كيف تحبي واحد يطلع قارئ محب للكتاب، يقرأ في التران، يقرأ في المترو، يقرأ في الطيارة، يقرأ في لاغار، يقرأ في لوجغنا، وهو لم يتعلم هذا التقليد؟ احنا نغيره، كي نخرجوا مثلا لبلدان أوروبية ونشوفوا الناس في كل مكان يقرؤون. ألا تعتقد دكتور أن العالم الافتراضي لعب دوره في غياب القراءة عند الجيل هذا، الجيل الجديد مثلا؟ فهمت عليك. طيب العالم الافتراضي موجود في الغرب أكثر مننا ويقاس بالملايين، طيب ليش العالم الافتراضي هذا لم يمحو مسألة القراءة؟ لو محى مسألة القراءة لا تراجعت دور النشر عن النشر، ولا لا أوقفت نشر أعمال الكتاب إلى آخر، لأنها مفلس، ستفلس. ومع ذلك دور النشر الكبيرة تبع كتبها والقراء يقرؤون، وأينما كنا نرى هؤلاء القراء. لا، أنا لا أعتقد أن هذا هو السبب. السبب الكبير قد يكون عامل طبعا، ولكنه ليس عاملا حاسما، لأنه يمكن أن نلجأ إلى سياسة المجاورة، بمعنى أنه يستعمل الانترنت والفيسبوك والوسائط الجديدة والإي بوك مثلا يقرأ الكتب، لكن في الوقت نفسه يجب أن يحافظ على هذا الشعلة نتاع القراءات ظل قائمة فيه، وإلا لا فائدة. ولكن هذا لا، هذا ليست خيار، هذا عبارة عن تعلم. الفوق لكل جو سنغول، يعني المدرسة يجب أن تلعب دورها. نعم دكتور، كثيرا ما وجه اللوم للرواية العربية كونها تفتقد المرجعية التوجيهية وغياب الأداء القيم للنقد، فهل تعتقد أن الرواية الجزائرية يمكن فصلها عن هذا النقد الذي وجه للرواية العربية بشكل عام؟ لا أعتقد أنه ما يمس الرواية العربية يمس الرواية الجزائرية، ولا يمكن أن تفصل عنها. شوف الرواية الجزائرية منذ أن بدأت، مثل الرواية السورية مثلا، مثل الرواية العراقية سابقا، مثل الرواية اليمنية أيضا، اليمن لا تذكر ولكنها مهمة، الرواية السعودية أيضا، هذه الروايات كلها روايات ناقدة. النقد أو الحركية النقدية العربية هي الضعيفة، بمعنى أنه نشوف في موضوعات نقدية تثيرها النصوص العربية هنا وهناك، التي تعيد النظر في الشكل، تعيد النظر في المضامين، تعيد النظر في الرؤية، تعيد النظر في طريقة الكتابة، تعيد النظر في العلاقة الوشيجة الموجودة بين الواقع الموضوعي ولغة الكتابة. ولكن النقد ما يزال متخلفا، نتكلم عن النقد العربي، متخلفا في عمومه، في بعض البذرات، في بعض التمايزات الخاصة، ولكن يظل هذا النقد ضعيف. ماذا عن النقد الجزائري للرواية الجزائرية بالضبط؟ يعني كيف كروائي كيف ترى النقد
بالنسبة للرواية الجزائرية، هل استطاع أن يعطيها دفعاً مغايرة تماماً عن باقي مثلاً الروايات العربية؟ هو المشكل اللي موجود هو أن الناقد عندما ينتج نصه ينتج نصه في حالة من الصمت، ما عدا النقد الجامعي وهو نقد عالي القيمة. أنا النقد الأكاديمي. الأكاديمي نعم. نشوف في حالة تصادي بين النص الإبداعي الجزائري والروائي تحديدا والعمل الأكاديمي. الجامعات الجزائرية اليوم كلها تشتغل على النصوص الجزائرية. أنا مثلا كنت في بليدة قبل مدة قليلة في لقاء مفتوح مع الطلبة، فاجئوني أنه في 74 بحث بين بحث ماستر وماجستير ودكتوراه حول أعمالي. يعني أدهشتني سما فيان تخي غون بليزير، ولكن أحزنتني أيضا لأني لا أعرف من الذين يبحثون في كتبي، يناقشون الرسائل والرسائل تخبى في الخزانات، نادرا ما يطلع منها نص ولا نصوص تطبع. لو تطبع هذه النصوص سترين بأن النقد الجزائري الجامعي مهم جدا أو النقد الأكاديمي. كيف يمكن لجيل الشباب أن يوطن للاتجاهات الجديدة، يعني تلامس أنواع روائية معينة، الرواية التاريخية، الرواية العلمية والرواية الخيالية؟ شوفي، ضعف الجيل الجديد بشكل عام، ضعف الجديد هو ضعف ثقافي وليس شيء آخر يعني، ولكن هذا أيضا لا ينطبق على كل التجارب. نتكلم على التجارب في عمومها فيه هذا النوع من الضعف، لكن في الوقت نفسه فيه من جيل الشباب أسماء فعلا لها جهد تجريبي كبير، يعني تحاول أن تجرب الأشكال، تحاول أن تجرب الموضوعات الجديدة، مثلا مثل الرواية التاريخية أو الرواية النفسية أو الرواية الإنسانية أو الرواية الذاتية أو السيرة الذاتية إلى آخره، تحاول أن تدخل هذه التجارب. جزء كبير من هذه التجارب خليني نقول مازال ما وصلش للسقف نتاعه بحيث يصبح مقنع، لكن داخل هذه التجارب في تجارب مثلا سمير قاسمي، عمارة اللخوص، إبرير، وأستطيع أن أعود أسماء أخرى، يعني على كل حال أعتذر ممن لم أذكر أسماءهم لأنهم كثر. هؤلاء الشباب فعلا أعطوا للرواية الجزائرية الشبانية أعطوها ركيزة أساسية. شكرا دكتور، الحديث إليك شيء. شكرا لك. ونهنئك مرة أخرى على الجائزة، ونتمنى أن نلتقي في حوارات أخرى لوكالة الأنباء الجزائرية. مشاهدينا، كان معنا الدكتور وسيم الأعرج الحائز مؤخرا على جائزة كترة للرواية العربية في فئة الأعمال المنشورة وفئة الأعمال الدرامية. دمتم بخير.